<تضح> الله هو من فين جيت ايش حصل؟ والله ما لي علم عاد انا وصلت الحين كيف وصلت من فين جيت؟ يا اخي من هنا من الطاقه من الطاقه ايش احنا في الدور الثالث كيف طلعت؟ يا اخي <تضح> مالك والله لو انت في الدور العاشر من اجل زميلي لا اتسلك عشرة دور اصحيك طيب اخر جمره ايش من بني ادم يا اخي ما انت ما صلحت شو الزجاج؟ كيف ايش ارجم؟ يا اخي جي من الباب والباب مغلق يا الله يا ربي ايش الحظ يا اخي ما عاد اشتي ادرس الحين مالك زعلان انت احمد الله اني صحيتك يا اخي ما عاد اشتي دراسه ما كسرت رجلي وكسرت الباب والستاره يا اخي ما ايش من ادم انت امشي امشي انا يلا لا لا انا عند من هنا ترجع من الطاقه جي من الباب يا اخي حتى الشنطه نازل مالك ايش القوه يلا يلا انزل انزل <applause> ها ايه انت بتتاخر يا اخي الله معك آه. آه. سلام يا شباب وعليكم السلام شباب. هل كل حاضرين؟ حاضرين حاضرين لكن حفيدي قال انه راح يصحيك، ليش ما اديته معك؟ بن بدك حصل له عمل عمل مهم واعتقد يطول شهر ان شاء الله ان شاء الله يعني حصل له مشور الى تحت ولهذا ما باقي الا نحضر زملائنا خارج الفصل حاضرين يا <متصفيق> الله خلص الشهر بسرعه امنت بالله ربل ربل الادم هذا ولا ضعفين اهلا ابن العربي ليش تمزح معي منو انت متى الصبح عندما جيت اصحيك دافتني من الطاقة ها قصدك مشو مني مزاح ذاك جد منك جد؟ أيوة. ايوه لانك تعرفني ما يعجبني شي المزاح سمي لحد مزح معي لا لا مني جد طمن شفت والله اني كنت افكر انك بتمزح معي كنت اسال منك زعل قوي الله المستعان ما ما انا عامل حسابي طمن ثاني آه لا ايه تظل احضر زملائنا الطلاب خارج الفصل ما تحضرهم شدو لا لا حضرهم جملانا يلا نحضر. طيب حضرهم انا جنبك يا اخي يلا ادخل هي ما نلحق ممنوع المزاح طيب هذا مني جاد ايوه طيب. مات مزاح ثاني مره ما تمزح معي. حاضر ايوه يلا يلا هي ما لنا يا اخي انت تعرف انه مني جاد يلا حاضر. يدخل يلا خلص جد عادي لك. لكن مزح لا لا ادخل م. خلص الحلقه وهاني يعني مزاح. عاد انا مسحبك البلاط نرحب بزملائنا خارج الفصل حاضرين معنا حبي <applause> لها رقم ظروف القاسية رقم المحان عبد المجيد العوش حاضر من هنا حاضر عز الله عزك يا محمد بعدهم بعدهم حاضرون من الرياض I'm watching you from New York من وسط السرط تماما مسارب لكن حاضر معكم تحية الرئيس الفصل جميع الزملاء عزام محمد الراجح حاضر مكان رئيس الفصل من المملكة العربية السعودية من مدينة حائل حاضر يا رئيس الفصل من محافظة الحديدة أعتذر عن ذكر اسمي بسبب أنصار الله زملائكم حاضرين من محافظة المهرة حاضر معكم من أمام الجامع الكبير مدينة دمار حاضر معكم من إسلندا من البحيرة المتجمدة حاضر من جمهورية روسيا الاتحادية حاضرين, حاضرين معك يا رئيس من شبوة بيحان حاضرين 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 من ألمانيا فارس زهري حاضرين من ألمانيا عايز حاضر يا رئيس الفصل من عدن حاضرين يا استاذ محمد من فصل الغويزي متابعكم اسماعيل علي من دولة الجنة الاتحادية حاضرين من مدينة حبابة يا رئيس الفصل حاضر يا رئيس الفصل من الفضاء الخارجي أنا حاضر أنا موجود حاضرين من صنعاء يا رئيس الفصل حاضرين حاضرين لا تسجلنا غير الأسبوع هذا والثاني حاضرين عدوين. بس <applause> طريق الفرقان حاضرين من مكسيكان حاضرين ومتابعين من مريس الضالح رئيس الفصل حاضرين من قسم الاعلام جامعه إقليم سبا حاضرين اهلا وسهلا نحييكم من مصر من المنصوره من موت يا محمد لا تسجل لي عياده انا حاضر حاضرين من الصعيد لا, لا تصدقوه والله انه من عدن من الرغم يا رئيس الفصل ما قد دخلت مدرسة لكن يا رئيس الفصل شفني حاضر عندك شكرا لكم على تأكيد حضوركم معنا شرفتونا برسال مقاطعكم على صفحتنا في الفيسبوك ويا أهلا وسهلا بكم جميعا أكون صريح معكم من البداية لازم تعملوا حسابكم هذا الحلقة أي واحد في السكر أو في الضغط او ما يتحملش العبيطين لازم يعمل حسابه وما فيش داعي يتابع الحلقه هذا صحتكم عندنا اهم بالنسبه لي انا عامل حسابي طبعا انا متعود اناقش العبيطين بس العبيطين زياده ما يتحملهمش يقول هذا انا عامل حسابي جيت بالفوار وجيت بالعلاج بل وجيت بكل الادويه فناقش اليوم العبيطين اصحاب مشروع فك الاعتباط بنفسهم باعتبار شركاء ثابتين واستراتيجيين لشرعية واحب حكومه المنافسه حكومه لحظه يا الله عونا حكومة ايش؟ حكومة المنافضة المنافضة من أولها طبعا هو قصته حكومة المناسفة بس فهم لك عايد ولهذا قلت لكم اعملوا حسابكم أنا قد عملت حسابي جيت بأدويتي وعلاجي والضغط وحك السكر والفوار صحتكم أهم هذا طبعا عيد دروس الزبيدي هذا اليوم عامل زياره الى روسيا، وقبل ما نتكلم عن زيارته الى روسيا اعرفكم عليه. طبعا عيد دروس هذا كان عسكري وجندي في الجيش اليمني في كتيبه حراسه السفارات والمنشات في صنعاء. خرج من الجيش وراح سكل حركه سما حركه حتم. أش عمل؟ استهداف الجيش اليمني اللي كان هو جندي فيه. بعد تشكيل حركه تقرير المصير حتم. التي باشرت عملها بإشراف الزبيدي بعمليات مسلحة ضد الأمن والجيش بعد قيامه بعدة عمليات ضد الجيش والأمن تمت ملاحقته ففر إلى جيبوتي في عام 98 وحكم محاكمة غيابية وحكم عليه بالإعدام ولكن في عام 2000 تم العفو عنه وعاد إلى اليمن ولكن عاد وجد في حالة نفسية وصحته تعبان وكان زيد في التخازين فترة طويلة إلى أن ساءت حالتها الصحية وأهل ما قصرش معه حاولوا علاجه وتعرض لنوبات عصبية وأمراض نفسية رافقها مضغ القاتل ساعات طويلة مؤكدين أن أسرته ذهبت به إلى منطقة معبر في ذمار لمعالجته بالقرآن بسبب تفاقم وضعه النفسي أخذوا إلى منطقة معبر في ذمار يعالجوه بالقرآن على أساس أن فيه جني طبعاً أنا متعاطف معه مع الجني طبعا لانه وتف ما لقى شيء يدخل له في اي دروس واحتمال انه رجعت الحاله في الجني اسره الجني هذا كان يصيروا يعالجوه من الحاله اللي يوصل له كان رجع يوسوس لنفسه انا لهنا انسي ولا جني انا من نار والله من طينه انا اللي من وسوس لاي دروس اي دروس بيوس قلت على الفيوز وهرب من اسرته وقالوا حصلوه في في مضب في بيع جزر في قاع جهره. المهم تخرج الجني هذا وخرج منه. وحرم ما عاد يدخل في اي انسي بعد. بعد ما رجع عيدروس من ذمار وفي تلك الفتره كانت ايران تبحث لها عن اذرع في اليمن، فحصلت الحوثي في شمال اليمن وحصلت لها عيدروس وشلته في جنوب اليمن. فقامت بتدريبهم وتسليح مجموعات منهم وايضا فتحت لهم قنوات في لبنان. إيران وسعت نشاطها أيضا في بعض المحافظات الجنوبية وصارت تقدم دعما لبعض جماعات الحراك الجنوبي المسلحة التي تطالب بالانفصال هناك حسابين عند نصر الله حساب لصعدة وحساب للمناطق الجنوبية وهناك قناة المسيرة وقناة العالم وكانت قناة عدل لايف اللي تبث من بيروت هي أكبر دليل على ذلك تقوت علاقته بإيران وكان يرسل مجاميع إلى جنوب لبنان هو بنفسه أيضا ما كان ينكر هذا الشيء وكان يقول في مقابلته الصحفية إيران تدعمنا من أجل تحرير الجنوب وقتها كان يحذر منه واحد تحذير أشد تحذير كان يحذر الناس وينتقل من جامع إلى جامع يحذر من شلة عيدروس وعيدروس نفسه وكان يقول هؤلاء عبارة عن ذراع لإيران وأنهم يخدمون المشروع الاثنى عشري من هو هذا الذي كان يحذر من عيد الروس وشلته واحد من شلته الآن ونائبه اللي هو هاني بن بري الحراك الجنوبي شيعي وللأسف الشديد إن إخوتنا آه ممن هم تفاعلوا مع الحراك لا يعلمون أن بعض قادة الحراك قد عقدوا آه اتفاقيات مع الشيعة وعقدوا يعني ونعلم بتحركاتهم وبميلانهم للشيعة الاثنى عشرية الرافضة في ايران سيستخدمونك كرتا ثم يحرقونك لانهم يعتقدون ان دمك ايها السني حلال ايه هذا اللي كان يحذر منه هذا الخايف على السنة وطبعا هو في امور العقيدة والكذا لا لا خاف الله ولا يداهن ولا يداهن ولا, ولا يتهن قلت لكم هكذا يعني انا ما ما تحملش العباده زي هذا والله خصوصا اذا عبض بالتجويد والغنه والسكون خايف على السنه طبعا مش هو لوحده هذا غير مواقفه كلهم هكذا كلهم بهذا النوعيه ما تعرف ايش في روسهم ولا ايش هدفهم ولا ايش قرارهم هكذا كل يوم لهم موقف في مره يقولوا لك خلاص انفصال اعلن القيادي في الحراك الجنوبي ناصر النوبه انفصال اليمن الجنوبي ونشر قواته من اللجان الشعبيه على الحدود السابقه بين شطري البلاد انفصلوا انفصلوا طبعا انفصل هذا مش اول مره مش اول مره متعودين يعني احيانا انفصلوا انفصلوا مرتين ثلاث حسب الاجواء احيانا اذا انفصال في الشتاء هذا انفصال شتوي يكون صوف صوف واما انفصال الصيف هو بيكون قصير لهنا انفصال مفصل يعني حسب الجو واحيانا يجي يقول لك ليش انفصل في الصيف يعني رطوبه ما ينفعش واحيانا يقول لك لا في الشتاء ليش ننفصل يعني الشتاء هو اشتا توحد عشان نتافق وهكذا فتره يعملوا لهم انفصال وفتره يقول لك والله الجو اعتدل ما شو جو انفصال هذا 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 جو فكر طباء ليس انفصال وانما هو فك ارتباط فك الارتباط لفك الارتباط فك الارتباط فك الارتباط يلا بهدوا الناس وبتستقر الاوضاع يلا فكوا رباطهم اتفقنا خلص باتفكوا الرباط اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن اقامه الحكم الذاتي اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في جنوب اليمن اعلنوا الاداره الذات تحديثات جديده ما عاد في شلان فكر الارتباط ولا انفصال في الان قالوا الاداره الذاتي اعلنوا الحكم الذاتي وماله بعد الاوضاع بعد خدمات الان حكم ذاتي معناها خلاص انت الحاكم بتوفروا خدمات للناس تم توفروا رواتب وكهرباء ومياه وكذا خلاص نثبت على هذا الاجابه حكم ذاتي المجلس الانتقالي الجنوبي سارع الى التخلي عن الاداره الذاتيه لجنوب اليمن. المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم اماراتيا تراجعه عن خطوه الحكم الذاتي لجنوب اليمن. اعلان المجلس تخليه عن الاداره الذاتيه. يا الله السر ما... يا جماعه ما بتخجلوش امام اتباعكم خلوكم من الاخر هي اتباعكم اللي بدو عدوهم ودوهموهم ويرفعوا لهم الشعار دي يعني ما قد هضموش الشعار الاول وقد قفزتوا الى شعار ثاني وجبتوا وعود ثانيه فتره وتخلفوها. يعني ايش في رؤوسكم نعلن النفير العام لكافه ابناء شعبنا المجلس الانتقالي الجنوبي اعلن النفير العام قياده المجلس الانتقالي الجنوبي تعلن النفير العام النفير العام والنفير العام النفير اعلن والنفير ايوه وهذا حاجه ثانيه طبعا غير ذاك الانفصال والحكم الذاتي والحكم الحافي وفك الاعتباد وهذا حاجه مختلفه تماما النفير يعني شوفوا المصطلح ما يطولش معهم كثير ثلاثة أيام أربعة أيام لأنه يغير طعمه وشكله تماما ولهذا هم منزلين التحديثات مواكبين مواكبين هذا النفير النفير من أجل أيش؟ أن تزحب إلى قصر هذه الحكومة الفاسدة دعا المجلس الانتقالي مناصريه إلى الزحف نحو القصر الحكومة. فاسدة على هاني بن بريك الزحف على قصر المعاشيق هذه الحكومة المتهالكة والفاشلة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي للزحف <تضحك> الزحف إلى قصر المعاشيق وإسقاط الحكومة الخائنة والعميل إسقاط الحكومة والزحف إلى قصر المعاشيق يسمع واحد قصر المعاشيق تخيل هذا أنه قصر الإليزي يعني هو ما فيش حاجة عمارة عادية بسيطة ما فيش التنيع عوافي با يسيطروا ويسحفوا الى قصر المعاشق واذا أيوة. سيطرتوا على العمارات ايش المنجز اللي حققتوا؟ نفترض ان المجلس الانتقالي سيطر على المعاشيق وماذا يعني ذلك؟ البعض يريد ان يعرف ماذا يعني السيطرة على معاشيق يعني ذلك التوازن الحقيقي لمواجهة المشروع الفارسي لا 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 مواجهة المشروع الفارسي في العمارة هذا؟ يعني المشروع الفارسي كان داخل العمارة هذا مستأجر إيجارة وملك الله والمشروع الفارسي هذا والعالم بيحاربه ويدوره وهو ساكن هنا متخبي له في العمارة هذا يعني بس سيطر على العمارة هذا خلاص أنهى المشروع الفارسي خلاص قال لهم الشبابيك والحنفيت وكذا وما هو المشروع الفارسي الا شويه شبابيك وابواب وشويه اثاث بعد ما سيطروا على المبنى هذا طبعا رجعوا انكروا قالوا لا مش احنا الذي سيطرنا ولا دعينا للزحف الى المعاشي حدث ان ما يجري في عدن ان المجلس الانتقالي وقوات الحزام الامني والمقاومه لم تتدخل في المعارك وما وما حدث هو لبعض الـ 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 المتحمسين يوم امس. بعض المتحمسين والغاضبين اتجهوا باتجاه مع الشيخ لم يكن لاي توجه لهم ولم يساندوا اي قوه عسكريه لا الحزام الامني ولا غيره. شباب متحمسين ما لناش دخل ولا لنا اي علاقه ولا شباب متحمسين. بعد ما راحت الدماء وسقط والناس والضحايا وكذا ما ما لنا نشتغل متحمسين طيب هؤلاء اللي طلعوا هذا زي زي المنتخب هذا يتصوروا ويعلنوا بنفوسهم والى الزحفه الى قصر المعاشي هؤلاء متحمسين متشمسين طلعوا مرتصين ولا نادي ريال ريال مدري من صاروا متحمسين بعد ما كسروا ودمروا وخربوا وقلعوا الزجاج وكسروه ما دام فيها تكسر زجاج لا ذمة انه هذا هو غريمهم لا ذمة جد؟ لا ذمة ان انت غريمهم ما كسر الزجاج الا إن انت الله هو الذم معك يعني اي واحد يكتسر على الزجاج انا غريمه حفيدي واعرفك ما بش الا انت تكسر الزجاج بعد العالم كله لا انت متاكد انك جدي غصبا عنك وانا حفيدك غصبا عنك شوف اذا هو على تكسير الزجاجه انا متوقع منك اي حاجه اعرف تاريخك عموما هؤلاء سيطروا على قصر المعاشيق وعلى المباني الحكومه واخرجوا الحكومه من مبنى المشروع الفارسي طبعا بعد ما اخرجوا الحكومه قالوا لا يمكن ان احنا نشارك في اي حكومه لانه ما يمكنش يعملوا هذا الحرب والدمار والخراب وتروح الضحايا عشان يشاركوا في حكومه وجود أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في أي وزارة قادمة في ظل حكومة واحدة لن يكون طالما الحكومة الشرعية يعني يمثلها جزء من الأخوان المسلمين فلا شراكة معهم لأنهم دعم الإرهاب كلام واضح مثل الشمس ولا ما بيدورش مناصب ولا يمكن يشاركوا في أي حكومة آه لا تشكوش فيهم ناس هؤلاء مخلصين شعارهم الأبدي خذوا المناصب خذوا الملاعق خذوا القدور خذوا المراقص إنهم يشاركوا في حكومة لا المناصب هذا يكرهها كر يعني كره العامة ما يهمهمش همهم هذا عندهم هم كبير همنا دين ووطن همهم دين ووطن وما طن طن ولهذا لا تفكروا ولا تحلموا انهم بيشاركوا في الحكومه الاعلان عن تشكيل الحكومه اليمنيه الجديده برئاسه الدكتور معين عبد الملك الانتقاليه تخلى عن الاداره الذاتيه مقابل اربع حقائب وزاريه <applause> شاركوا في الحكومه شاركوا في الحكومه ودخلوا بأربع وزارات كل الشعارات هذه راحت علشان اربع وزارات والزحفات هذه كلها والدماء راحت من اجل اربع وزارات طيب اربع وزارات كل هذيك المعارك والمجازر عشان اربع وزارات وظفتوا اربع اشخاص بمعنى يعني لو تيتوهم معنا يشتغلوا في البرنامج وريحوا الدنيا والبلاد هذا وهدؤوا اذا هم اربعه بس وين راحت الشعارات هذه؟ ولا يمكن وهذه الحكومة الفاسدة والعميلة والخائنة والمد الفارسي الآن شاركتوا مع المد الفارسي؟ حكومة المد الفارسي شاركتوا فيها؟ الله تعرفوا مع مرة يعني مع ثلاث، إذا أنتم معك مرة ثلاث وهو لا حارب ولا قاتل ولا سفك الدماء ولا عمل أي تغريدة يمكن عمل وخلصوا زيكم وين راحت الشعارات هذه؟ يلا تمام تمام شاركتوا الآن في الحكومة؟ يلا بدهدوا وبتجمعوا عقولكم وبتقولوا خلاص خلوا الامور تمشي وخلوا الناس يشتغلوا تمام، بالنسبه لي انا والله ما عندي مانع وذا انا محسوب على الشمال انا اعمل لكم ورقه الان تنازل خطي كل الوزراء يكونوا من الجنوب وكل المسؤولين والرئيس ما عندناش مشكله بس احنا نشتي بس كفاءه ناس اكفاء يحكمونا بيفيدونا احنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب، ايش يعمل لي اذا طلع لي واحد فاسد ولا سارق وكذا ان شاء الله يكون ابن عمي، ايش الفائده؟ احنا مشكلتنا مشكلة ما فيش كفاءة يلا أربع وزارات يلا خير وبركة والآن صرت جزء من الحكومة وجزء من الشرعية كيف الحكومة الآن؟ الحكومة الآن أصبحت حكومة تمثل كل أطياف الشعب بدون شك نحن داعمين للحكومة وكل الشعب داعم للحكومة من الحكومة عندها أسرار كبير على يعني تثبيت الأمن والاستقرار على تثبيت يعني الخدمات على إعادة الإعمار لن يتم تحقيق اي امن او استقرار الا بهذه الحكومه يعني. لا, لا 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 لن يتحقق الامن والاستقرار لا في ظل هذه الحكومه، يا سلام هذا اللي كنا بندور له، الله الله في اسبوع تغيرت مواقفهم، الله كيف اعملوها ولا الوزراء هذه، الله يعني الان ما عادش لا حكومه ارهابيه ولا داعشيه ولا اخوانيه ولا اي عمل لايران ولا فارسيه حلو هذا اللي كنا نشتى الان بيقول لك حكومه ستحقق الامن والاستقرار مكونه من كل فئات الشعب حلو خلاص ما عاد حنجمع لا مهدات ولا من حق العبض هذا كله ولا شيء الان ضمن ثاني يا عيدر شوف على منطق شوف على كلام درر انا حاسس انك رحت عملت لك لفه لا معبر لا ذمار لا عند الشيخ اللي بيقرا عليك مستحيل ان هذا الكلام تقوله عاد الجني موجود ها. لو تكون قبل اتخاذ اي قرار تكفي تعمل لك لفه لا ذمار في سورة ما تطول وخرج الجني من الذين وهدات الامور بدل ما جالس تمشي لك مع هاني هذا الحي على الفاضي والله لا بيقريها عليك ولا بيعالج ما عالجش نفسه ايوه هكذا طمنتنا الان ما هي اول خطواتكم لتسهيل مهمه الحكومه؟ تجديد للمضي في طريق الاستقلال واستعاده الدوله الجنوبيه كامله السياده من قبل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي. غادر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي صباح اليوم الاحد الى مدينه موسكو. اننا يعني نصير بكم في طريق امن الى استعادة دولتنا ان شاء الله تعالى وانا أعهدكم عاهل الرجال الرجال باننا ماضون في سبيل يعني استقلال وتحرير بلادنا. ياه <applause> كردن كرتون ايش على هذا الخبر والله ما تكفك شواله كمل بس وبعدين روح نتعالج انا وانت هيك هاي ايش ودك لروسيا احنا قلنا خطوه خطوه لتسهيل مهمه الحكومه ما هي خطوتكم مش فلختكم لروسيا ايش ودك روسيا اكيد رحت وما مريتش على معبر هذا الحاله اللي انت فيها ما فيش الجلسات ما اخذت علاجك معك ايش ودك لروسيا؟ ورجعنا للتحس الاول ورجعنا للعبط السابق نحرر ونصوف نحرركم يحررهم من الحكومه الذي هو مشارك فيها واللي قلبها تحقق الامن والاستقرار. كيف هذا؟ طيب رحتوا روسيا تمام من دعاكم؟ من عزمكم؟ هذا اليوم المبارك 31 يناير من العام 2021 وصلنا الى موسكو عاصمه السلام بدعوة رسمية من الحكومة الروسية و... بدعوة رسمية من الحكومة الروسية السلام سلام بدعوة رسمية من الحكومة يعني من من؟ حدد لنا شوف الهدرة اللي تقول لها شلل شايع وكذا ما بيركش ولا هو عارف اصلا ما هي الدعوة الرسمية ولا دعوة الوالدين وما هي الحكومة لكن هنا جيب لنا كلام معقول دعوة رسمية من من؟ معناه من رئيس الحكومة هل باتقابل رئيس الحكومة او باتقابل رئيس الدولة؟ لانها دعوة من الحكومة باتقابل وزير على الاقل بدي تتصور جنب لوحة وزارة مع من بتقابل لازم تحدد لنا ما دام دعوة رسمية معناها بتقابل الجهة اللي دعتك وهي الحكومة وين اللي قالت مع الحكومة الروسية وبعدين في متى متى هذا اليوم المبارك 31 يناير اليوم المبارك 31 يناير ما هو البركة في 31 يناير تحسستني انه يوم عرفه او ما او عيد الفطر او ايش فيه في يوم 31 يناير الف مبروك يومك مبارك, مبارك. على عايش. مبروك على ايش؟ مبروك على 31 يناير امانه 31 يناير والله 31 يناير وانا بفعل لك طيب يا اخي يوم مبارك هذا مبارك من؟ ماله ماله واحد يا اخي بنبارك له على ايش بتبارك له؟ 31 يناير 31 ايش؟ ما هي المناسبه 31 يا اخي يوم مبارك هذا اجلس لا اقوم اطيفر غبارك المبارك اجلس تمام بس انا اقول بس يوم مبارك بس يعني ما هوش مبارك ولا في اي بركه صدق والله ما لي علم ولا ما اقوم ابارك له وانا مكسر خلاص اجلس طبعا ما يصدقش شعي دروس الا هذا العينات يضحكوا عليهم يوم مبارك جلس عيد دروس ما دام بتقول لنا انه استقبال رسمي ودعوه رسميه من اللي يستقبلك في هذا اليوم المبارك؟ نشكر مكتب المجلس الانتقالي في الاتحاد الروسي والاصدقاء الذين استقبلونا استقبال يعني رسمي في مطار موسكو <applause> يا عيدرز يا عيدرز كان نشكر مكتب المجلس الانتقالي على استقبالنا استقبال رسمي هؤلاء اصحابك يا عيدروس يعني المفروض ما يكونش بينكم رسميه يعني الاستقبال الرسمي هذا الدوله نفسها تستقبل وحارس الشرف والنشيد الوطني وكذا هذا الاستقبال الرسمي اما اصحابك يلقوا في المطار هذا عادي يعني كلنا بيلقونا اذا سافرنا كل الناس بيلقاوهم اصحابهم هذا ما يسماش استقبال رسمي يا عيد الروس اوريك صور ونجيب لك نماذج كيف الاستقبال الرسمي في روسيا هكذا هو الاستقبال الرسمي، سجاد أحمر، نشيط وطني باسم البلاد، الرئيس نفسه يستقبلك، يضرب مدافع أحيانا 21 طلقة، هذا يسمى استقبال رسمي، أما أنت كيف لما وصلت؟ كيف الاستقبال حقك هذا الفرق انهم يستقبلوا اصحابك واصحاب البلاد والاستقبال الرسمي طبيعي كل الناس يسافروا يستقبلون هكذا كذا اصحابهم يعني اين المشكله ما بيقولوش لا استقبلونا رسميا ولا اي شيء وهذا العامل اللي بيوريك الغرفه هذا هو شغلته وظيفته انه يوريك الغرفه ويدي لك يعني المفتاح و... والاسانسير هذا يحتمل ان الفندق هذا مش خمسه نجوم، نجمه واحده ملازم، ولا المفروض ان الاسانسير اوسع شويه وياخذ منك الشنطه وكذا اذا هو خمسه نجوم. الامر طبيعي هذا الخدمات يقدموها حتى فنادق في عدن. انت اللي بس مكبر الموضوع انه هذا استقبال رسمي ويمكن لو جابوا لك منشفه بتقول لهم هذا منشفه رسميه وشامبو هذا شامبو جاب لي بوتين بنفسه. لا لا الامر عادي ما فيش حاجه. طيب خلاص هذا الاستقبال رسمي، من قابلت؟ من هي الشخصيات الروسية ما دام طلبتك الحكومة أكيد رئيس الحكومة أو من قابلت ورينا من هم اللي التقيت معه عرضوا لنا هذا الصور على اساس انها جلسه مباحثات رسميه بين دولة عظمى يعني بين دوله عيدروس ودوله روسيا الاتحاديه من النظرة الأولى للصور هذا ما فيها إيش ما تحصل أي حاجة تدل على أنها جلسة رسمية أو جلسة مباحثات يعني جلسة عادية يمكن جالس مع صاحب الفندق وبيقول لهم يا جماعه يعني هم يشتوا يخفض لهم اعمل لنا ديسكاونت وكذا يعني احنا بنجلس عندك اسبوع وكذا وبيقول لهم يا جماعه هدوا وطوا صوتكم شويه احمد مبارك يمكن هذا بيصيح او يمكن جاء شاف الثلاجه مليان قصده انه بلا شرب اللي فيها كله وبيقولوا لا هذا بفلوس لازم تدفعوهم ولا ما المهم ما فيهاش اي ملامح مثلا لو في العلم حق دوله عيد دروس موجود والعلم حق دوله روسيا وكذا تحس انه مباحث دول عظمى يعني لازم المباحثه تكون عميقه وفيها جانب رسمي ما فيش هذا جلسه عاديه حتى احمد بن بريك جالس بينضد الشنطه فوق جنب مش انا داري ليه. يمكن يشتي يخرج مستعجل يشتي يروح يلعب بين الثلج هو يحب الثلج طبعا ما شاء الله عموما تركز في الصور ما تحصلش فيها اي حاجه ملامح رسمي. حتى هذا الشخص اللي قالوا عقدوا مع مباحثات وانه هذا مسؤول الدوله الروسيه وكذا. تعرفوا من هو هذا؟ لو ترجعوا للصور الاولى عند استقبالهم في المطار بتشوفوا وين كان جالس. هذا اثناء وصولهم بتشوفوا الرجال اللي في الخلف هذا اللي بيمشي الشايب هذا هو صاحبنا الذي عقدوا مع مباحثات جالس وراهم. هذا اللي في الخلف اللي بيلحق بعدهم هو نفسه الشخص يعني الذي عقدوا معه قالوا مباحثات هذا الحج اللي في الخلف هذا هو اللي عقدوا معه مباحثات جالسين يسلي حبوبه يعني واضح من الصورة أنه فقط يعني له شخصية مهمة أنه ماشي معهم على الأقل لكن هذا في الخلف يمكن هو سواق التاكسي اللي يوصلهم فقط ويمشي بعدهم يقول يا جماعة حاسبونا معي مشاوير أو كذا قالوا تعال يجلس مع مسؤول الرحلة جلسوا مع عيد دروس وهذا لا يجلس مباحث ولا شيء بس بيكلموا كذا نشتي حمام بخار شوف لنا حمام بخار نشتي نتكيس وكذا أبي يقولوا له نشتي نشوف الثلج فنروح وكذا مع أنه روسيا كلها ثلج عموما تمام باحثات عظمى ما عندناش مشكله اقل شيء حاسبوا الرجال هذا الحج غوفتش حاسبوا لا عاد يطلع يسمع بنا مع باقي الا الروس يسمعوا صياحنا حاسبوا يلا طيب نفترض انكم قابلتوا جانب رسمي مساعد 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 المساعد حق وزير الخارجيه نفترض قابلتوا مع انه اصلا الاجانب سهل الالتقاء بهم كان كان يلتقوا بعلي بخيتي كان يلتقي بها الصباح سفير وبعد الظهر سفير على واحد سلت عزمه نفترض ان انتم التقيتم مع جانب رسمي ما اللي حققتوا لشعبكم؟ ما عملتوا؟ كم استثمارات جلبتوا؟ ما هي الصفقات اللي عقدتوا؟ ما هي المشاريع التنمويه الذي عود بالنفع على ابناء عدن والمناطق الجنوبيه ايش انجزتوا في هذه الزياره باركنا يعني التطبيع مع اسرائيل لان هذا يعني مبدا سلام في المنطقه ويؤسس لسلام يعني في المستقبل الله والانجاز يا عيدرس ما أقول هذا حققت الانجاز هذا لوحدك والله هنيئا لشعبك بهذا الانجاز العظيم رحله روسيا يبارك التطبيع من روسيا لانه لو باركوا من الامارات ما ما فيش تغضية. لازم يروح بين البرد لانه يحافظ على لانه التطبيع لازم يكون في مكان جاف وبارد عشان ما ما يحمطش الامارات حمى عفن وكذا فلازم يروح من روسيا ي... يبارك التطبيع لا صراحه انجاز على اساس رايك مهم كفيلك كفي طبع واعلن التطبيع يعني ايش عاد يفرق انت بس لحقه بعد ليش حد تعمل نفسك والله اني بارك بل... على اساس الاسرائيليين والله باينبهرو خلاص شوف أشرتهم هذا ايش روني شالوم قال مع كل الاحترام لكم ولكن نحن نريد علاقات نستفيد منها، اي علاقات مع الدول المتقدمه، ماذا نستفيد منكم؟ مالك مالك يا شالوم؟ مالك على صاحبنا؟ قال لك اشبه نستفيد منكم، اشبه تستفيد من حد يعني ليش مستعجل هكذا؟ اذا اصحاب نفسهم ما قد استفادوش منه وانت هكذا مستعجل تشتي تستفيد منه يهودي، شتي الفائده مقدما على صاحبه تاكسر الحجي مو في هذا ما قد حاسبوش ولا استفاد منهم حاجه. وانت مستعجل على الفائده فاحصل فائدة من بعد عيد الروس. وهكذا راح عيد الروس يدور اعتراف بدولته راح يعترف بدوله ثانيه مو غاد عيد الروس. نذهب الى برع نيوز نشرة الأخبار اهلا بكم يا مرحبا على برع نيوز نواكب الاحداث ونفكك الرموز. الرموز اخر قرار لعبده لاحقوا اللوالب رجال بدون رواتب نساء بدون لوالب يريد الناس تنجب عشان يبقى يحارب كي تبقى الجنايز الى القبور تسارب يسقط الالاف لا يسال او يحاسب معي بالي معي بالي دماء الناس كتشب وفي نكتة جديدة تضحك الخراف قد راح عيدروس يدور اعتراف لا حصل اعتراف ولا سلم الهطاف الى بلاد الروس توجه الفانوس يشتي اعتراف ملموس رجع بها معكوس طبع مع المنحوس وقال عمل مدروس في حقنا الغاموس راح اعترف باسرائيل اعتراف شامل راحت لاجل تذعر عادت اليهم حامل عادت اليهم حامل وفي مدينة اب سرق متحف وفاء تاريخنا يباع من سماسره كبار باعوا النقوش وهربوا الاثار مافيا كبيرة همها الدولار اذا نفسك تشاهد آثار بلادك كيف تراها في دبي او لندن او جنيف وفي الاخير دمتم دام الوطن بخير دام الوطن بخير ختاما تعرفوا ليش جماعة عيدروس وشلتها هؤلاء لم يثبتوا على رأي وعلى موقف محدد وكل فترة لهم شعار مختلف ولم يستطيع الناس الوصول معهم إلى اتفاق في فترة من الفترات رفعوا شعار الوحدة أو الموت وقاتلوا تحت ظل هذا الشعار ثم انتقلوا إلى شعار الانفصال ثم الاستقلال وبعدين فك الارتباط وبعدين الحكم الذاتي وبعدين إسقاط الحكومة إسقاط الشرعية إسقاط قصر المعاشيك وفي كل فترة يرفعوا شعار مختلف المحزن في هذا الأمر أنه في كل ما رفعوا شعار من هذه الشعارات يسقط ضحايا من أبناء اليمن وتذهب خسائر في الأرواح والممتلكات في كل شعر من هذه الشعارات تخسر اليمن الكثير من أبنائها طبعاً أيش السبب؟ السبب واضح وبسيط جداً السبب أنهم لا يبحثوا عن حل وإنما يبحثوا عن مصلحة المصلحة بالنسبة لهم أن يظل الوضع كما هو بالنسبة لهم هذا الوضع الحالي هو الوضع المثالي وضع لا دولة ليس من صالحهم وجود دولة سواء كانت هذه الدولة مركزية أو اتحادية أو حتى يستقلوا ويصبحوا دولة فقط شعار الانفصال والاستقلال والتحرير مجرد فقط للابتزاز الناس اما انهم حتى ينفصلوا او يشكلوا دوله ليس من صالحهم، لانه بيقول لك ربما لو اصبحنا دوله مستقره وكذا احنا مسؤولين امام الناس ونوفر خدمات، فقط خلينا بس لا في القنوات ومؤتمرات صحفيه وما لنا لا برواتب ولا بخدمات ولا باي شيء، فقط نبتز الناس بالشعارات وربما لو استقرت الاوضاع ويجي انتخابات وكذا وغيرونا فخلينا على هذا الحال افضل شيء ويعرضوا خدماتهم على الدول من يحصلوا لهم كفيل مره بيعرضوا على اسرائيل وبيروحوا روسيا والدنمارك وبا... ومره يوفروا خدمات للاماراتيين وغيرهم سيعرضوا خدماتهم اما شعبهم لن يفكروا فيه اصلا اولادهم خارج البلاد في هذا لن يهتموا بوضع الناس المعيشي يشتوي يبقى الوضع كما هو هكذا عموما لا اطيل عليكم نتشرف بمتابعتكم شكرا لكل من اشترك في قناتنا وشكرا خاص ايضا لمن انتسب في القناه شكرا لمن عمل لايك وديسلايك ومن علق ومن سب وشتم القناه قناتكم في الاول والاخير نحن نقول راي ولا نفرض هذا الراي لا معنا لا مليشيات ولا سلاح ولا معنا اي شيء نقول راي ومن حقك ان تقول رايك فيما نقوله في التعليقات شكرا للجميع، اشتركوا في قناتنا، وفعلوا زر الجرس، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، ألقاكم على خير